بسم الله الرحمن الرحيم. انا دكتور مدحت الشيمي، انا طبيب بيطري متخصص في طب الابل، عندي خبره حوالي 15 سنه في سباقات الهجن في دول الخليج. ان شاء الله هكون معاكم في سلسله حلقات عن طب الابل بصفه عامه وعن هجن السباقات بصفه خاصه. كتير من الاطباء البيطريين موجودين في مصر واللي يكونوا بيفكروا للسفر لدول الخليج على اساس اللي هو يشتغل هناك، فاول المجال بيفكر فيه طبعا اللي هو مجال سباقات الهجن. وطبعا مجال دراستنا في الطب البيطري في جميع جامعات مصر بتهتم باللي هي الدوميستيك انيمال، ومن ضمنها طب الابل، ولكن مفيش تخصص على سباقات الهجن بصفه خاصه. في البدايه في الحلقه دي هنتكلم فيها عن ايه اللي بيحتاجه الدكتور البيطري على اساس يكون مجهز نفسه بشكل كويس جدا قبل السفر او قبل العمل في مجال سباقات الهجن. اول حاجه ان هو لازم يعرف يعني ايه سباقات الهجن، وازاي هي الرياضه دي بتمثل موروث شعبي وموروث حضاري لكتير من دول المنطقة، سواء في دول الخليج أو حتى في مصر، لأن دي بتعتبر موروث شعبي لأهل البدو، وبيعتبر بتمثل ليهم مش بس إن هي رياضة لجلب الأموال أو كناحية اقتصادية، لكن هي كمان بتعبر عن حضارتهم وتاريخهم الثقافي. رياضات سباقات الهجن بصفة عامة اتطورت تطور كبير جدا في آخر 20 سنة بالتحديد، اللي كانت الأول بتبقى عبارة عن شكل عشوائي في السباقات، واتطورت لأصبحت الرياضات الهجن بتحكمها قوانين ولوائح دولية. بدأت الرياضة دي عبارة عن سباقات عادية خالص بدون مضمار، واتطورت لأصبح لها مضمار بعدد ثابت من المسافات الكيلومترات، وبعد كده اتطورت لأصبح دلوقتي بقى بيقود الهجن السباقات عبارة عن روبوت أو إنسان آلي، ده طبعا لحماية الإنسان، ويكون بيمثل نقلة حضارية ونقلة كبيرة جدا في عالم سباقات الهجن. أصبح دلوقتي سباقات الهجن محكومة زي ما قلنا بلوائح وقوانين بتمثلها اتحادات ورياضات سباقات الهجن على مستوى الوطن العربي، وكمان في منظمات دولية بتحكم هذه الرياضة، ومن ضمنها حتى في مصر الاتحاد المصري لسباقات الهجن، واللي بينشط في الفترة الأخيرة وبيكون له دور كبير جدا في تطوير هذه الرياضة في جمهورية مصر العربية. رياضة سباقات الهجن زي ما اتكلمنا عن التطور بتاعها وعن الموروث الشعبي، لازم نعرف ايه اللي محتاجه الدكتور على اساس يكون معد لنفسه بشكل كويس جدا قبل ما يخش في هذا المجال. بداية بيكون محتاج جدا للإكسرسايز فيسيولوجي. احنا درسنا فيسيولوجي في كلية الطب البيطري، لكن محتاج حاجة اسمها إكسرسايز فيسيولوجي، ده حاجة خاصة جدا بالطب الرياضي. وتاني مجال من المجالات المهمة جدا هو مجال الفارماكولوجي والكلينيكال باثولوجي. الفارماكولوجي والكلينيكال باثولوجي دي حاجتين مهمين جدا على اساس ان احنا خلال الكلينيكال باثولوجي بقدر اعمل الاكيوريت دايجنوستس بالنسبه للحاله بتاع اللي هو الفيسيولوجيكال كونديشن بتاع حيوانات السباقات، وتاني حاجه الفارماكولوجي على اساس اقدر ادي التشخيص المظبوط واقدر ادي البروجرام مظبوط عشان ارفع البرفورمانس. لان انا كطبيب بيطري في بالنسبه لو انا شغال في مجال البرودكشن انيمال، انا الهدف بتاعي ان انا بزود الانتاجيه بتاع الحيوان بتاعي، بزود سواء لحم او لبن. لكن في هجن السباقات الموضوع مختلف، انا لا عايز ازود لحم او عايز ازود لبن، انا عايز ازود بيرفورمانس، انا عايز ازود كفاءه الحيوان ده على اساس يكون يؤدي نتائج جيدة ترضي المدرب بتاعه والمالك للحيوان ده. فعشان أصل للمرحلة دي لازم أرفع كفاءة الفسيولوجي بتاع الحيوان ده، وعشان أرفع كفاءة الفسيولوجي لازم أعمل دياجنوزس، وعشان أعمل دياجنوزس لازم أعمل كلينيكال باثولوجي دياجنوزس. يبقى لازم نراجع على الكلينيكال باثولوجي، ولازم نراجع على الفارماكولوجي، ودي حاجة مهمة جدا إن حتى الفارماكولوجي اللي درسناه هو برضو بيخدم تطوير وزيادة الإنتاجية، لكن أنا بستخدم هنا الأدوية في تطوير الأدوية دي لزيادة البرفورمانس. زيادة البرفورمانس تحدي كبير لأي دكتور بيطري مع المدربين. بمعنى يعني إيه زيادة البرفورمانس؟ يعني أنا بصل مثلا إن الأفريج بتاع هجن السباقات مثلا السرعة بتاعته 40 كيلومتر في الساعة، التحدي بتاع ان انا اقلل الافريج ده من 40 كيلومتر مثلا ل 39.5 كيلومتر ل 40.5 او 41 كيلومتر في الساعه.
ان انا المسافه اللي بيقطعها الحيوان في 5 كيلو متر ان انا اقلل المسافه دي 5 ثواني 10 ثواني، هو ده التحدي، هو ده التحدي للدكتور بيطري ان هو يصل بخبرته ان هو يصل للمرحله دي. عشان اصل للمرحله دي لازم استعين بالعلم. استعين بالعلم ازاي؟ يعني اقرا المراجع. وحاجه برضو نقدر نتكلم عنها ان في الطب الابل عموما المراجع قليله جدا، محدوده في العالم، ولكن انا جبت لكم النهارده بعض المراجع اللي تساعد اي دكتور بيطري ان هو يقف على الطريق الصحيح ان هو يكون طبيب بيطري ناجح ومتخصص في هجن السباق. اول هذه الكتب اللي احنا قلت لك اتكلمنا عن الاكسرسايز فيسيولوجي، كتاب ده اسمه ريسينج كامل، ده حاليا هو ده التكست بوك الوحيد تقريبا في العالم اللي بيتكلم على الاكسرسايز فيسيولوجي لسباقات الهجن، وده اتعمل سنه 91 في مدينه العين بدوله الامارات العربيه المتحده، واصبح الكتاب ده هو المرجع الرئيسي للمهتمين بهجن السباقات على مستوى العالم. عشان اعرف طبعا واطور البرفورمانس لازم على الاقل يكون عندي خلفيه وباك جراوند كويس بالنسبه للامراض اللي بتصيب الابل وهجن السباقات. فطبعا مش ممكن اكون دكتور بيطري وما اكونش قريت كتاب اسمه كامليد انفكشوس ديس اوردر. الكتاب ده هو ده المرجع والتكست بوك الاكبر في العالم واللي معترف به من منظمه الاوبئه العالميه، وده لورنري، وده الكتاب ده يعني معمول في دولة الإمارات العربية المتحدة برضو في دبي في مختبر المركزي في دبي اللي هو CVRL. من الكتب الجميلة جدا طبعا واللي لازم نهتم بيها كتب الجراحة، لو أنا مثلا اضطريت أن أنا أعمل عمليات جراحية وهي في إطاق محدود جدا، كتاب اسمه كامل سيرجري، ده كتاب برضو في دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة أبو ظبي، جهاز أبو ظبي للرقابة الإدارية هي اللي عملت الكتاب ده، والكتاب ده تقريبا هو نسخة مصغرة لكتاب جراحة لموري، ده كتاب اسمه كامل سيرجري، ده الكتاب ده من اشهر كتب الجراحه في الجمال بصفه عامه، وهو معمول على الجمال واللاما. وكتاب تاني برضو اسمه ذا كامل اند اتس ديس اوردر، ده برضو معمول في دوله الامارات في دبي. يعني تقريبا دي المراجع المهمه بالنسبه لطب الابل بصفه عامه وهجن السباقات. ولكن في برضو بما اننا اتكلمنا على الكلينيكال باثولوجي، ففي كتاب مهم جدا في الكلينيكال باثولوجي اسمه ذا كامل كلينيكال كيمستري بايوكيمستري اند هيماتولوجي، كتاب ده لواحد من اهم علماء الجمال اسمه برنارد فاي، والراجل ده عمل كتاب مختصر جدا يعرفكم بالظبط ازاي اقدر اعرف البيزك انفورميشن بتاع الكلينيكال باثولوجي لهجن السباقات. كمان في كتاب مهم جدا ما يعديش على اي حد طبيب عايز يشتغل في هجن السباقات اسمه كامل اكومبينديوم لأليكس تينسون ومانيفيلد، الكتاب ده برضو معمول في دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة العين، وأليكس تينسون ده هو يعتبر من أشهر اللي اشتغلوا في طب الإبل في العالم، وهو عنده حوالي خبرة دلوقتي حوالي أكتر من 35 سنة. والكتاب ده مهم جدا لأنه بيشرح مش بس الميديسين، ده كمان بيشرح الفسيولوجي بشكل مبسط وجايب الأمراض بشكل يعني مرتبها بشكل أبجدي، فتقدر أن أنت تقدر تبحث عن أي مرض بسهولة جدا. هي دي تقريبا المراجع الأساسية اللي ممكن أي طبيب بيطري محتاجها، وهو اللي هتساعده بشكل كبير جدا. طبعا زي ما قلنا أن في المراجع قليلة، فأنا اشتغلت على الموضوع ده من أول ما اشتغلت في مجال طب الإبل وعرفت أن المراجع دي مش متوفرة لأي حد، فأسست موقع في البداية كان موقع يعني بسيط على هجن السباقات، وعملت بعد كده في 2016 أول موقع لهجن السباقات على مستوى العالم ده على شبكة الإنترنت اسمه كاميلا وان، وسميت اخترت اسم كاميلا وان على غرار أسماء السباقات السرعة اللي هي الفورميلا وان. الموقع ده هو موقع ملخص بشكل بسيط جدا لكل المراجع اللي احنا قلنا عليها دي بس باللغة العربية، يقدر يفهمها الطبيب حتى المهتم بهجن السباقات بصفة عامة لو ما كانش طبيب يقدر ان هو يقدر ياخد معلومات كويسة، يعني المدرب برضو يقدر يستفيد منها، فيها معلومات بشكل مبسط. في النهاية نصائح عامة في الحلقة الأولانية دي نقدر نقولها بشكل مجمع كده للأطباء البيطريين اللي هم نفسهم أو عايزين أو بيفكروا يسافروا لدول الخليج للعمل كطبيب بيطري اللي هو هيكون مجاله الرئيسي هو سباقات الهجن. أول حاجة ان ممكن في البدايه وانت رايح المجال ده تحس او يعني تستخف بيه وتشوف ان المجال ده مجال يعني مش هو المجال اللي انت ممكن تشتغل فيه، لكن اول حاجه لازم تحب المجال ده، وانه لازم تعرف وتقدر المجال ده ان الرياضه دي هي رياضه تراثيه مهمه جدا لاصحاب الرياضه دي او لاهل البدو في جميع دول الخليج. تاني حاجه ان انت لازم قبل ما تروح هناك لازم تاخد المعلومات الكافيه بحيث ان انت ما تبدا تشتغل ما تبقاش انت خاضع ل يا اما ناس اقل خبره منك موجوده هناك فيبدا يدولك معلومات غلط، او يكون للمدربين
اللي هم اصلا اكتر ارتباطا بالحيوان وعارفين السلوكيات بتاعته كويس جدا، فتبدا انت خاضع للمدرب او خاضع للقرارات اللي هو هياخدها، وتبقى انت فقط مجرد يعني زي اسيستنت او بتدي ادويه بدون حتى ما تعرف ايه الاستفاده منها. فمهم جدا عشان تثقل نفسك في المجال ده ان انت تاخد زي ما قلنا المعلومات الكافيه، تستعين باهل الخبره، تستعين بالاطباء. واحنا بما ان احنا بدانا اولى الحلقات في مجال سباقات الهجن، فان شاء الله هكون كل المصادر دي متوفره مع فريق عمل كيوفيتك، تقدروا حضراتكم تتواصلوا معاهم بشكل مباشر للحصول على المصادر دي، او لو المهتم بمجال سباقات الهجن وعاوز ياخد دورات تدريبيه فهيكون ده برضو متوفر ان شاء الله. في النهايه بشكر حضراتكم على حسن الاستماع، وان شاء الله يكون في مجال تاني باذن الله ومواضيع تاني اكتر تفصيلا في الحلقات الجايه. شكرا لكم.